السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في مباشرة، معكم من مدينة سلا. حنا كنتواجدو في ضيافة الفنان شوقي البقالي. كما كنعرفوا بأن الفيديو اللي دار ضجة يعني عبر مواقع التواصل الاجتماعي لندى حسي اللي كانت كتقول فيه يعني واحد الكلام اللي غير لائق اللي كتستحمر الشعب فيه، اليوم جينا عند الفنان السي شوقي البقالي باش يدخل هذا الخط ونشوفوا هاد الشيء اللي داروا هاد الفيلم، هاد يعني هاد المجموعة ديال الأشخاص نادى نزار هشام اللولي. بغينا نعرفوا يعني هاد المستوى اللي ولينا عايشين فيه. قولنا السلام عليكم، مرحبا بقناة شوف تي في اللي كتستضيفنا اليوم باش نشاركو حتى حنا وندخلو في الخط ديال هاد الفيديوهات وهاد هادشي اللي ولا واقع في مواقع التواصل مع هاد السيدة اللي سميتها ندى حسي هي والرضاعة ديالها. المهم من بعد ما استغلت الطيبوبة ديال المغاربة والشعب وتعاطفوا مع الملفات ديالها والمشاكل ديالها، كتخرج مؤخرا بانها استحمرت الشعب وكانت كتمثل عليهم من اجل باش تدخل اموال طائله على ظهور الشعب، وقالت بانها كانت كتستحمر الشعب، قالتها بلا حيه بلا حشمه، وقالتها هاكاك يعني كتستحمر. اصلا هي عطاتنا دليل بان امي ما قريتش من نطقات بواحد الكلمه اللي ما فاهمش شنو المقصود ديالها وما فاهمش شنو المعنى ديالها. هاد الناس هادو اللي كينتشروا بحال شي فيروس في مواقع التواصل وفي الاعلام وكيتكرفسوا علينا ولاو كيدخلوا لنا صحه في تليفوناتنا، ولينا فيما كندخلوا التليفون نقولوا حنا ناس كبار كنعزلوا المحتوى اللي غنشوفوا، ولكن ولادنا اللي صغار عندهم باقي صغار يعني كيتبعوا داك الشيء وهما ما عارفينش مساكن، كيقولوا هذيك هي الحياه، هذيك هي البنت، كتكون البنت باغا تقرا باغا توصل كتولي كتبان لها خصها دير قناه. هاد الناس هادو اللي كينطقوا بهاد المبالغ وكيقولوا بلي حنا دخلنا هاد الفلوس على ظهركم واستحمرناكم، الشعب المغربي ما كيتستحمرش، الشعب المغربي طيب الشعب المغربي، الطيبوبه ديالو اللي كتخليه يتبع بحال هاد الناس هادو وكيبقى يتعاطف معاهم. وحنا ومن بعد ما في الاخير كيخرجوا يقولوا لك اننا استحمرنا وحنا راه غير شعب طيب وكنعاونوا هاد الناس وكنتعاطفوا مع هاد الناس، وهي كتخرج كتقول لك انا غير وليه وما عندي اللي يخدم عليا ودرت داك الشيء. انت وليه فريمون وما عندك اللي يخدم عليك، ماشي مشكل، درتي قناه ديري محتوى نقي، ما تستغليناش. المحتوى ديالها كان اصلا في الفيسبوك كانت كتبين يعني المؤخره ديالها، هذيك المساله ديال كتبين مؤخراتها وكتبين المفاتيح ديالها وداك الشيء، ولا هادشي ما عرفتش كيفاش غادي يهضروا عليه وكيفاش غيتنقى كاع اليوتيوب هادشي. وهذوك الناس كيسيئوا للمراه المغربيه، هذا موضوع كبير، كيسيئوا للمراه المغربيه. دابا اللي جا الجوع ولات كتعرى وكتبين راسها وتوكا ما كتحاولش تشوف شي حاجه، كتمشي للسهله هي تبيع المفاتيح ديالها وتبيع راسها وتعرى، ما كتشوفش شي خدمه اللي غادي توصلها. المهم حنا كان دابا المقصود ديالنا هو هاد السيده اللي خرجت وكتقول بان استحمرت الشعب، حنا ما كنسمحوا لهاش، وكاين جمعيات وكاين الناس اللي غيتابعوها قضائيا على ولات تستحمر الشعب، حيت الشعب المغربي ماشي اللي جا كيستحمروا، وداك الفيديوهات اللي كدير هي راه ما كيشوفوهمش غير المغاربه، راه كيقدر يشوفوهم عالميا، يعني كتعاير دوله هي كتعاير رايه كترد بان شعب غبي وانا من هاد الشعب وكنمثل هاد الشعب وما نسمعلاش بهاد الهضره، وانا انا الاول من هاد الناس اللي غادي نوض ضدها وغادي نواجه هذا الامر هذا، لان من غير كتستحمر الشعب، كتستغل لنا وليداتنا باش تصور هي الفلوس، وليداتنا صغار ولينا كنخافوا عليهم من التليفونات، ولينا كنحرموا من التليفونات، ما نقدروش نخليهم يتفرجوا في التليفونات، بقاو هاد الناس اللي فرضوا راسهم صحه علينا، ولينا في مجال التليفون كيخرجوا لنا وتخسر الهضره، لا هي ولا الشريف اللي معاها الام ديالها المربيه الفاضله اللي خصها انها تربي بنتها، وخصها كتخرج جايه بكلمات، ذاك النهار كتقول لك الحلوه كلات الحلوه وكلاو الحلوه، اش هذا الكلام الفاحش؟ ما كتمرقيش ما كتحشميش، اش هذا الكلام الفاضح؟ انت اللي ام، هذه هي الام مدرسه ان اعددت شعبا طيب الاعراق، ملي غتجي ام تقول بحال ديك الهضره، وملي يجي وليدات صغار يشوفوا داك الشيء، شنو التربيه هادشي؟ واش هادشي كله من اجل المال؟ ولا من اجل شنو؟ واش ما بقى مبدا؟ واش ما بقاش اخلاق؟ ما بقى دين؟ ما بقى حتى شي، ما بقى اعراض؟ اش هذا المستوى هذا الدنيء؟ هاد السيده خصها تواجه وخصها تعرض على القضاء.
ما خصهاش يسكتوا عليها الناس هكاك فيما يقول لها راسها شعلي التليفون وديري لا هي ولا الخوت اللي معاها حتى هما نزار سي نزار والسي الملولي الملولي اللي خارج داك النهار كيقول لها جيتي عندي الكيدار جيتي عندو الدار بقى عندك غار اش هاد الهضره هذه اش هاد المستوى هذا راه الناس كيشوفوا داكشي اش شريت الناس كيشوفوا داكشي اش هاد المستوى واش ما لقيتوش اللي وقفكم عند حدكم ما لقيتوش اللي يربيكم بالعربيه التعرابي واش بعتونا من اجل المال بعتو المبادئ بعتو الاخلاق ما يمكنناش نسكتوا على هذا الشيء هذا ماعندكش داكشي ما عندكش داكشي وا خويا الملولي نقول لك ديري تبوا درك تقدر تهز بهم 26000 خلشه هاد السيمه دخلت شي كراج وتصور فلوس ولا تخسر الهضره واش خسرنا الهضره فهذاك راه كتقولوا في الاخر كتقولنا بغيتي تفرج ما بغيتيش تفرج انا بغيت نتفرج اخويا انا بغيت ندخل للتليفون نلقى فيه محتوى نقي هذاك التليفون ما شريتيهش ليا انت ما تقوليش بغيتي تفرج انا بغيت اي حاجه دخل للتليفون نتفرج فيها انت اللي يكون نقي لا انت هو داك اللي داير عندنا تبهلا وصريح العواد داك نزار اللي قالت كيمثل علينا انا كنحب انا كندير انا كذا حشومه هادشي راه خص هادشي الدوله تواجهو خص القانون يتعرض له راه هادشي ولا كيمس بمجتمع ولا كيمس باخلاق ولا كيمس بمبادئ ولا كيمس بدوله كلها ولا كيمس باطفال ولينا غادي نربيو جيل اللي فاسد جيل اللي فاشل جيل اللي ما قادر لا يخدم لا يدير حتى شي حاجه جيل اللي غادي يبقى اي واحد زعما غيتعرض للبيطاله يمشي يدير قناه البنت تعري لحمها والولد يبدا يولي حتى هو يصنع افلام ويصنع تفاهات واش حنا ما كاينش اللي يدافع علينا ما كاينش اللي يدافع على حقوقنا وعلى اخلاقنا وعلى مبادئنا هادشي راه بزاف هذا هاد الناس هادو ضروري خصهم يتعرضوا على القضاء وضروري خصهم اللي يتولى بهم وخصنا نطفيو هاد المسائل لا هما ولا صحاب روتيني اليومي ولا صحاب هاد الروينه هاد البلبله هادي واش زعما ما فهمتش انا الا كان الفن الا كنتو كتمثلوا قولوا لنا حنا كنمثلوا واحد السلسله ما نتبعوكم ماشي مشكل ولكن ما نتعاطفوش معاكم من قلبنا ولا امهاتنا مساكن كما كيتبعوا سامحيني كما كيتبعوا مسلسل التركي راه نقول لهم يتبعوك انت ببراءه ولكن قولي لهم انا كنمثل عليكم راه انا فريمون كنمثل عليكم ماشي راه في الاخر حامله مره حامله مراكش المستوى وليتو كتلعبوا حتى في الحمل وليتو كتلعبوا في اي حاجه وهي كانت مجوجه وتزوجات ما فهمتش يعني بغيتي اه مره كنتي كتقولي مجوجه ما سمعناش كاع بانك طلقتي من في الاول مازال حتى وليتي مجوجه عاوتاني هذيك الورقه ديالك ديال الزواج اصلا ما عمرك بينتيها في الكاميرا ولا بينتي شي ورقه موثقه ونزار وفلانه مجوجه هي كتمثلي علينا انا بورقه من بعيد من الخانات وكتقولها مجوجه انت اختي خصك تعرضي للمساءله فريمون خصك تعرضي للمساءله لانكم لعبتوا على شعب لعبتوا على ما لعبتوش على كل شيء كاين اللي كان اللي عايق بكم من ديبار هذاك اللي نتوما ما استحمرتوا في الحقيقه غير البلداء والناس المساكن اللي ما ماشي بلداء طيبين الناس اللي طيبين هما اللي هما في الخط خارجين بكلمه استحمرنا الشعب راه استحمرنا الشعب كون قالها شي واحد براني من غير المغرب من خارج المغرب قال استحمرنا الشعب المغربي كانت غتكون دجا ولكن انتي وقلتي بان استحمرنا الشعب المغربي من اجل ادخال الاموال وفلان دخل 24 مليون وانا دخلت 14 حشومه وكافه من هذا الشيء وكافه وكنطلبوا حنايا الدوله وكنطلبوا المسؤولين باش يوقفوا هاد الناس عند حدهم يوقفوهم ما نبقاوش نوقفوا غير الناس اللي ما كيقولوش شي حاجه فيها العيب نوقفوا هاد الناس هادو اللي كيأثروا لانهم عندهم تاثير كبير على المجتمع عندهم تاثير ماشي خايب كاع تاثير حنا عندنا وليداتنا وحنا عندنا وليداتنا ووليداتنا ولاو كيتاثروا الندم راه كبير كما قلنا راه كيختار شنو يشوف ولكن الوليدات راه كيبقاو يشوفوا داكشي وكيدخلوا له ما يعني ببراءه وداكشي كيأثر عليهم وكيكبر معاهم المهم دابا حنايا شنو غدير انت في هذا شنو غدير لي حنا غادي كاينين جمعيات اللي غيتابعوا هاد الناس وكاين الناس اللي جاتهم غيره على 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 المواطن المغربي وعلى الشعب المغربي وراه خصهم يتبعوا هاد الناس وخصهم يتربوا لان ما يبقاوش نشوفوهم كما مثلوا علينا وكما سبوا الشعب المغربي غتكون ان شاء الله متابعه عليهم وما يمكنناش نسكتوا على هاد المهزله هذا راه مهزله كبيره وهذا الشيء خصو يتوضع له حد وبنادم ينوض يقلب راسو على شي خدمه صافي بركة من اللي كتبينا مؤخرتها اللي كتبدا تخطبنا اللي كتبدا تمرن فينا اللي تقول لك تزوجت طلقت درت فهمت مشينا درنا مشيت كليت صوصيت مشيت للاوتيل مشيت كذا بركة من هاد البلبلة وهاد الفيلم داكشي محتوى زوين غيفيد الشعب
مرحبا، نتفرجوا فيك ونتابعوك ونديروا لك لايك ونبارطاجيوك. الا كان عندك شي ميكروب خلي عندك الله يسهل عليك الله يرحم بك، ما تبقاش تبيع لنا تبيعوا لنا الميكروبات بالفلوس. الميكروبات بالفلوس والامراض بالفلوس والوسخ بالفلوس. راه ملي كندخلوا حنا راه ماشي كنجيو كندخلوا نتفرجوا، داك الشيء اللي كتفرج فيه بنادم راه عنده راه مخلص، راه شاري ويفي، راه مشارجي، كنضيعوا فلوسنا، راه كنساهموا انتم كتخلصوا فابور، راه حنا بحال كندخلوا للسينما كنتفرجوا. بما اننا كنضغطوا على شي فيديو راه كنكونسوميو كونيكسيون ديالنا. الناس هادو خصهم اما يديروا شي محتوى يكون قيقي اللي غادي يفيد المجتمع، يفيد الاطفال، يفيد الكبار، كل واحد يدير حاجه، اللي تخصص في الاطفال يفيدهم، اللي تخصص في الكبار اللي يدير شي فائده، ما يبقاش يؤثروا على الناس، اثر علينا بزاف. الناس الشعب المغربي طيب وظريف وحنين، راه غير مسلسل دار فيهم مشكله. هذاك المسلسل مات العزاز، مات ذاك السيد اللي سميتو السيد الطيب اللي كان كيمثل القيم والمبادئ الحقيقيه ديال الرجل المغربي الصادق الحقيقي، مات غير في المسلسل والناس تاثروا، واخا السيد راه عايش وبخير والله يطول عمره، والناس تاثروا. يعني هذا دليل بان المغاربه كيتعايشوا معاك بالمشاعر ديال بالمشاعر ديالهم بالعواطف ديالهم بكل شيء كيتعايشوا. يعني ما بركه من هذا الشيء، ديروا بحساب هاد الناس هادو وكونوا كتمرقوا شويه وكونوا كتحشموا ورجعوا شويه للمبادئ والقيم المغربيه. حنا راه ماشي هكا، حنا ماشي شعب هكا وماشي مجتمع هكا، حنا شعب نقي ومجتمع نقي وشعب عنده عروق وعنده اصول. حنا ما عمرنا كنا هكا اللي ولينا كنعيشوا هذه المهزله هذه، كنشوفوا هذه المهزله الكبيره هذه. هاد خياتي اللي ما مربينش اللي ولاو كيديروا لنا، كاينين يوتيوبرز اللي كيقدموا لك محتوى زوين اي حاجه، اي حاجه بغيتي غير تعلم تصايب غا جليجه كتدخل كتلقاه داير لك تعلم تصايب جليجه، بغيتي دير مشروع كتدخل كتلقاه عاطيك تفاصيل ديال المشروع. هاد الناس هادو كنحييوهم من هنا وكنشكروهم، هادو هما الناس اللي خصنا نعاونوهم. وتا دوك الناس كنقولوا لهم، دوك الناس اللي كيضغطوا على لايك وكيبارطاجيو كيبارطاجيو في التفاهات وفي السفاله وفي الدناءه، هاد الناس خصهم يفيقوا حتى هما بركه. انا ماشي غادي نامرهم، انا كنرغبهم كنرجوهم بركه ما تنشروا لنا هادشي راه كيأذي لنا ولادنا. هاد الناس هادو اللي كيدخلوا كيديروا لنا حتى هما كيعاونوهم كلشي، الناس اللي كيعاونوهم في حقيقه انا لا اسامحهم قدام الله، والله ما نسمح لهاد الناس اللي كيعاونوا هذاك التفاهه توصل لولادي، انا والله ما نسمح لهم قدام الله. دوك اللي كيضغطوا لايك ويضغطوا بارطاج وكينشروهم، نشروا شي حاجه مزيانه، نشروا شي محتوى زوين. كتلقى شي واحد اللي في المستوى مسكين، في المستوى غارق في الظلمات، ما باينش في الواجهه، والميكروبات هما اللي ولاو كيبانوا دابايا، الطفيليات، الفضلات هما اللي ولاو كيبانوا في المجتمع. اما الناس اللي مستوى عالي، ناس مثقفين، ناس فنانه، ناس ما كيبانوش، كيبقاو خارج الاضواء وراء الكواليس، حشومه هادشي. انا كنوجه رساله للناس، الصحافه، جرائد، كلهم يوجهوا الانظار شويه للناس اللي نقيه، الناس اللي كتفيد المجتمع، الناس النظيفه، يعاونوا، يدخلوا فلوس ماشي مشكل، يديروا هذه وهذه، ولكن يعطيو حق الناس اللي كي على الاقل الا تخلطت النظافه مع الوساخه غتخرج شي حاجه نقيه، ماشي غير وساخه، غتخرج شي حاجه ميلونج، ماشي غير وساخه الوساخه الوساخه. المهم هذوك الناس اللي مدلوا القصه هذه واستحمروا الشعب راه ما غاديش تدوز عليهم هكاك، ويوجدوا راسهم كيما دخلوا الاموال على ظهر الناس وسموا بان استحضروا الناس ومعيشوهم في قصص وهما متفقين عليها، وفي الاخر خارجين من داك المسائل يوجدوا راسهم حتى هما ان خصهم يتربوا. وانا كنطالب وكناشد السلطات بانها تاخذ حق الشعب المغربي وتاخذ على كلمه استحمار الشعب حتى هي خصها تربى عليها هاد السيده هادي، وما يمكن ليناش مسكتو. وانا من الناس الاولين اللي غناضلو ضد هاد الكلمه ديال استحمرنا الشعب، غادي نناضلو انا شخصيا، غادي نناضل معاهم. والسلام عليكم، وكنتمنى هادشي يسالي لهنا وبوان فينا، الله يجازيكم بخير.